موضوعنا الجديد اللي طازه يا سمك يا مفرفر في الشبك، هذا موضوعنا الجديد اليوم بيتعلق بموبايلاتنا اللي بنحملها، موبايلات شاومي وريدمي وبوكو. بدنا نغير ونبدل ونخلي الامور لوز اللوز يا معلم. خلينا نجي نشوف ايش الموضوع وايش القصه وما فيها. لا تنسى الدعم بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد، وخلينا نجي نشوف ما هي هذه التفاصيل المفيدة يا غالي. تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب السرافندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. واليوم عنا يوم تغيير وإصلاح لأجهزتنا عشان نحبها أكثر وأكثر، وتصير زي اللوز يا حبيب القلب. خلينا نيجي نشوف إيش اللي موجود عنا وموجود أمامنا الآن. أول حاجة عنا شاشة القفل. شاشة القفل هذه اللي موجودة أمامنا بالأيقونات الخمس اللي موجودة أيضا أمامنا، وعندنا البصمة. طبعا إذا جهازك في بصمة بيكون في بصمة، إذا ما في بصمة مش هيكون عندك بصمة عشان يكون عندك علم، لأنه في ناس يفكر البصمة من الثيم، لا، البصمة من الجهاز. هذا الجهاز اللي أنا بشرع عليه، حذر شو هو، حذر حذر فزر حذر فزر إيش هو، ها ها ها، وهو جهاز شاومي 12 لايت. جهاز هذا يعني جهاز محترم، يحترم نفسه، رهيب. بالفئة السعرية تبعته يعتبر جهاز منافس جدا، والمعالج تبعه معالج منافس. إن هنا ملاحظين إنه في عنا الكاميرا، الكاميرا هنا ضغطتين طبعا على اللي هو الكشاف، هيضم عن الكشاف ضغطتين تانيات هيطفي الكشاف، ضغطتين هنا ما يفتحش الكاميرا. ها إيش بقول لك هنا؟ طلع ملاحظ، بأشر لك وين بقول لك؟ لك روح روح على المنطقة الشمال، بتقول له هيك. ها طلع كيف فتحت الكاميرا، سكرت الكاميرا، فتحت الكاميرا وهيك فتحت، هيك سكرت، هيك فتحت، هيك فتحت، وهي فتحت معنا الكاميرا. لو جينا على المكان هذا صار في عنا الايقونات هذه موجوده، صارت هنا في عنا ايقونات موجوده خمسه، موجوده هنا ايضا خمسه. ايش هنا؟ هنا بقدر اشيلها ما اخليهاش ولا واحده، يعني بقدر انا الان افتح اللي هو شاشه القفل او يكون على شاشه القفل، بقدر اكون الان على شاشه القفل ومفيش ولا شيء. نيجي نسحب على الخط الثاني، الخط هذا ممكن تسحب زي هيك وترجع زي هيك، تسحب زي هيك وترجع زي هيك، ها نسحبها زي هيك ونحط الايقونات هذه اللي موجوده عندنا، وهي عباره عن ايقونات اللي انتم شايفين اللي هي عندك مثلا هنا عندك اللي هو الطقس، وعندك الخطوات ودرجه البطاريه والساعه، وبقول لك هنا نوت اوبن. فتح شاشه القفل مع الانيميشن على حسب الجهاز الموجود معنا. وعندنا الان الايقونات بشكل خرافي، شكل خرافي للايقونات مع الخلفيه الاي او اس الموجوده عندنا بشكل رائع جدا للايقونات. يعني تطلع مثلا الرسائل، كل هي ايقونة في وراها كمان خلفية، الساعة، طلع الماسح، اطلع على كل اشي بتحبه. مثلا لو جينا اليوتيوب، اطلع كيف تطبيق اليوتيوب، يعني بتوه فيه بتفكروا مش اليوتيوب، تطبيق الهاتف، اتصال جوجل، الفيسبوك، عندك كل الايقونات تغيرت وشكلها صغر يعني مش طبيعي، خرافي. عندك المساعد، عندك المسجل، عندك الكاميرا وما تشتهي الانفس. وعندنا هنا في الشاشة الرئيسية موجود عندنا الأيقونات هذه الأربعة مع الظل اللي موجود فيها. الإعدادات، شايف الإعدادات كيف؟ خلينا نجيب الإعدادات هنا، مثلا ممكن نحط الإعدادات هنا، نحط الإعدادات هنا، شايف الإعدادات كيف صارت؟ الصحيح لوز يا معلم. والأحلى من هيك لو أجينا عملنا عملية إغلاق لشاشة القفل وأجينا الآن اطلعنا، عندنا هنا مركز التحكم اللي احنا بنتحكم فيه أو احنا عارفينه، هذا MIUI 13، هذا المركز الجديد لازم كل واحد يكون عنده. اي واحد عليه عنده اندرويد 12 لازم يكون عنده، واذا مش عندك موجود هذا المركز بتقدر تنزله بطريقه يدويه ما في مشكله. عندنا في عندنا ايضا مركز تحكم اخر، لو جينا عملنا زي هيك هنلاقي في عندنا حاجه طلعت لنا لوز اللوز يا معلم، وهذا مركز التحكم في الموسيقى واليوم والتاريخ بالضبط، وعندك هنا في عندك درجه البطاريه والخطوات وكل ما تشتهي. طلعنا هنا فينا هيلث، هنا القلب، هنا الجهاز فيه اللي هو لو جيت دخلت عليه زي هيك هتلاقي فيه ايش اللي هو بيقيس نبضات القلب. لو جيت على الاعدادات الميزات الخاصة، وهي عندنا معدل نبضات القلب. هذا الجهاز لو جيت ضغطت عليه ضغطة زي هيك الان هو بيقيس نبضات القلب، بقول لك لا تحرك اصبعك وبقيس لك نبضات القلب وبقول لك كيف وضع القلب عندك، يعني الصحيح حاجة محترمة. وهي بقول لك نبضات القلب عندك 88، تمام التمام. في حاجة اسمها مساعد الكاميرا الأمامية، وهذا الجهاز فيه كشافين في الأمام، فيه هنا كشاف وكشاف لما تفتح الكاميرا الأمامية. هذا الجهاز أيضا فيه ميزة رهيبة جدا، وهي ميزة اللي هو أنا بقدر أفتح مايك وأحط الجهاز في منطقة وأفتح اللي هو المايك في المنطقة وأسمع عن طريق السماعة، وأنا عملت عن الميزة هذه. لو جينا على الإعدادات الصوت والاهتزاز، وفي حاجة اسمها مساعد الصوت،
في حاجة اسمها مايكروفون لاسلكي، هذا بتشبك سماعة البلوتوث يا باشا، وكيف وكيف يا معلم، حطه عند ابنك عشان شوفه بحل الواجب ولا بحلش الواجب. الخطوات ننفذ هذه الخطوات بطريقة سهلة. خلينا نبدأ على بركة الله. أول حاجة هنستخدم اللي هو تطبيق من التطبيقات على متجر جوجل بلاي، وهذا التطبيق علشان يساعدنا مساعدة قوية جدا واستخدمناه قبل هيك. تروح متجر جوجل بلاي، بتنزل لي هذا التطبيق iOS widgets. تمام التمام، هذا التطبيق رائع الصحيح خرافي. هذا ايش بنستخدمه؟ بنستخدمه بنقدر نعمل زي هيك، ونيجي على الاضافات، ولما تيجي على الاضافات بتنزل تحت على اسم التطبيق اللي انت نزلته الان، هيو iOS widgets. تمام يا باشا iOS widgets، وبتختار ايش ما بدك وبتحطه على الشاشة الرئيسية عندك بشكل رائع. يعني لو اخترنا اي حاجة الان، اي حاجة نيجي نختارها وليكن هذه الساعة، تمام، بقول لك انا بدك اياها لايت ولا دارك، وضع ليلي ولا مشرق، مثلا وضع مشرق او اوتوماتيك. بدك تشوف الثواني ولا ما تشوف الثواني؟ بدنا نشوف الثواني. ولو قلت له اد، هي يضاف لك اياها، هايها تم اضافتها واصبحت مضافة عندك. ممكن تستبدلها بدل هذه، وانت حر ممكن تحطها في مكان اخر. لو جينا نحطها مثلا في مكان اخر، لو جينا نحطها مثلا في مكان اخر او تحذفها، مثلا بدي احطها هنا، بدي اشيلها من هذا المكان واحطها فوق، وهينا حطيتها وصارت عندك لوز اللوز. وهي هذه مثلا هنا، وهي هذه هنا، وهي هذه هنا، وهي هذه هنا، وصار عندك اضافه. تقدر تضيف حاجات كتير. نيجي على تطبيق الثيمات، ونيجي على الايقونه اول واحده على اليمين. طبعا الايقونات هنا في الخطوط، في اللي هو النغمات، الخلفيات، واللي هو بتخصك انت. عندنا بنيجي نبحث عن اول ثيم. اول ثيم اسمه فاير جارينا اي زد فيرجن 13، يعني حريقه نار مولعه يا باشا. لما تيجي تنزله، انا جبت جهاز الان جديد عشان ننفذ عليه الخطوات، لانه هذا الجهاز اللي هو ريدمي نوت 10 برو، اجى تحديث جديد اليوم وهنحكي عن هذا التحديث. هاي التحديث اللي وصله 13.0 فاصل قديش هو كان، هيو فاصل 12، واجى له تحديث جديد، هيو تعال وينك، اجى له 13.0.14، وهذا التحديث تحديث الى شهر سبتمبر 2022. بعد ما ننزله ما تعمل له تعيين الا فقط لا للنظام، لا ولا الشاشة الرئيسية ولا شاشة القفل، للأيقونات وتعيين. وهي شكل الأيقونات. بالنسبة للخلفية هذه بتقدر تشيلها، بدل ما هي بيضة تصير شفافة زي هيك. تيجي هنا على الإعدادات وعلى المزيد، على الشاشة الرئيسية، الخلفيات، وبتيجي تعمل هيك الخلفية، يقولوا تعيين أوكي، وبتيجي تسحبها وتصير شفافة زي هيك. لسه ما خلصناش. نيجي على تطبيق الثيمات مرة أخرى، ثيم رقم 2 اللي هو دايمنشن او اس، اللي هو التشغيل عن بعد. الان هيو نعمل له تنزيل. بالنسبه للاعلانات اللي بتيجي ممكن تشيلها، تيجي على الايقونه تحت وتيجي على الترس، يقول له ما بدي اعلانات ولا بدي توصيات. بعد ما نزل الثيم من عينه نشيله، ولا نشيل الايقونات؟ لا، بدنا اياه للشاشه الرئيسيه وشاشه القفل، وهي تعيين. واضح لدينا الشكل اللي انت شايفه امامك، الشكل الزاكي، وعندنا هيك وهيك شاشة القفل. جاري التحديث بيقول لك لو عملت زي هيك، عملت زي هيك، طيب تمام. لو عملنا زي هيك، هذا مركز التحكم اللي هو لسه ما خدش الجديد، رغم انه بقدر انزله يدوي. مركز التحكم الثاني، وهي مركز التحكم اللوز يا معلم. إن شاء الله يكونوا كيفتوا وانبسطتوا بخصوص حلقة اليوم وفيديو اليوم. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الدعم يا أحباب. سلام.